ان هو راجل تولى تدريب ام بي من اقل من اسبوع، قال لك جون ايبوكا يقدر انه يلعب في اكبر الانديه في اوروبا، قال ان هو يعني يتفرج على جون ايبوكا، وقال ان هو انا يعني انا اشك ان هو ما كانش متابع ايبوكا من قبل كده، او اكيد متابع لان هو بيتفرج على الدوري المصري، لكن قال على جون ايبوكا انه يقدر يلعب في اي نادي في اوروبا، وقال ان هو يعني حاجه موهبه كبيره جدا، ووجوده في الدوري المصري اثقله، لكن يقدر انه يكون متواجد في الدوريات الاوروبيه. جون ايبوكا انا توقعي الشخصي هيبقى عليه خناقه جامده جدا بين الاهلي والزمالك، يعني لو انت بتتكلم هو تقريبا يعني جورفان فيرا تقريبا ايه بلغه الكوره يعني عايز هو عايز يوجهه لا يعني مش عايز لا مش عايز يوجهه يعني هو بيستغل الموقف بالظبط بيستغل ان في خناقه زي ما قلت كانوا هتكون على اللاعب وده يمكن النهارده كان عندنا خبر في كوره بلس انه نادي الزمالك عايز يفتح خط تواصل مع اداره نادي ام بشكل مباشر علشان يتعاقد مع ثلاث لاعبين محمود جاد وشلبي او جون ايبوكا فبالتالي ممكن يكون ده تصريح علشان يعني يخلي السعر اعلى حاجه ممكن يخلي كمان اللاعب نفسه يفكر في ابعد من كده فبالتالي يبقى مستقر فهو يعني ذكاء منه طبعا ان هو يستخدم التصريح ده لكن جون ايبوكا اكيد من اللاعبين المميزين وظهر ولفت الانتباه في الدوري المصري خلال الموسم الحالي